السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله والله يعطيكم الصحة والعافية اخواني واخواتي ومتابعيني الغاليين. نكمل الجزء الثاني من الاستراتيجيات اللي تساعدك على انتشار حسابك في الانستغرام واللي تساعدك على جلب اكبر عدد من المتابعين. تكلمنا في الفيديو السابق عن 5 استراتيجيات، واليوم هم بعد ان شاء الله راح نتكلم عن 5 استراتيجيات ثانية احرصوا على تطبيقها وعملها حتى تحققون اكبر انتشار في الانستغرام وجلب اكبر عدد من الزباين او المتابعين المهتمين لك. الاستراتيجية الاولى، استخدم جدولة المنشورات، اي استخدم جدولة المنشورات. هناك برامج عدة ومواقع عدة تنشر لك بشكل آلي بشكل محدد، تصل الى 30 يوم تقدر تعطيها منشورات خاصة من محتواك الخاص، تصور فيديوهات او تسوي صور الى اخره، شنو انت متميز فيه، وتعطي هذه المواقع محتواك ويقوم بنشرها بزمن محدد انت تختاره، في وقت تواجد جمهورك، في وقت تجمع جمهورك على انستغرام يشوفونه ويظهر لهم، وبكذي انت تستمر وتحقق الاستمرارية والانتشار. هذه المواقع انا تكلمت فيها من قبل، تلقونها في احد منشوراتي في حسابي، مواقع وبرامج تساعدك على الانتشار. ما عليكم الا تشوفون هذه المواقع وتتبعونها اذا حبيت تستخدمونها، تغذون هذه المواقع بمحتواكم وتحددون اليوم والتاريخ والساعة والدقيقة بالضبط، وهو ينشر عنكم اوتوماتيكيا، وبكذي راح يوفر عليك مجهود انك انت تنشر، يمكن تكون مشغول وغيره، وهو يعتمد لك. شيء ثاني، تحدد الوقت المناسب لجمهورك اللي هم يدخلون في الانستغرام بناء على الاحصائيات اللي انت تشوفه له. اما الاستراتيجية الثانية هي روج الحساب على مواقع التواصل الاخرى. كثير من الناس قاعدين بس يركز على منصة واحدة ويقعد ينشر فيها، هذا الامر نوعا ما مو صحيح، بل بالعكس، هناك احصائية تقول ان في الوطن العربي او على الاقل في كل الناس، على الاقل كل شخص يمارس او يستخدم 8 منصات اجتماعية على الاقل. يعني الشخص، انا مثلا، انت، ندخل انستغرام، ندخل سناب، ندخل تويتر، فيسبوك وغيرها من المنصات، والواتساب وغيرها من المنصات الثانية، منصات التواصل. كل شخص على الاقل 8 منصات عنده يدخل عليها بشكل يومي، فاحرص انت تستخدم هذه المنصات وتنشر فيها حسابك وتنشر فيها معلوماتك والمحتوى اللي انت تقدمه حتى تحقق اكبر انتشار وتحقق اكبر جلب للجمهور المحدد اللي انت تبي لجمهورك. فانشر محتواك، انشر حسابك في هذه المنصات، وخصوصا اوصيكم في منصة الفيسبوك، فيها جروبات كثيرة لكثير من المحتويات. هذه المنصة تقدرون انتو من خلالها تنشرون حساباتكم وتحققون انتشار كبير. الاستراتيجية الثالثة هي استخدم الهاشتاغات، الشباك او المربع، استخدم الهاشتاغات، لان الانستغرام، خوارزمية الانستغرام قائمة على الهاشتاغات. الهاشتاغ هو مربع، كأنك تقول أنا مميز في كذا، أو أنا أقدم المحتوى الفلاني. عمل هاشتاغ يجيب محتواك ويحطه في صندوق، وكل شخص يقدم نفس محتواك أو نفس فكرتك راح يحطه في هذا الصندوق إذا استخدم هذا الهاشتاغ، مما يسهل على الناس الوصول إلى هذا الصندوق وبحث على هذه الأمور الموجودة وعلى هذا المحتوى الموجود في هذا الصندوق. فأحرص على استخدام الهاشتاغات في مقالاتك، في فيديوهاتك، على الأقل ما لا يقل عن 5 هاشتاغات. الانستغرام يسمح لك من هاشتاغ إلى 30 هاشتاغ تقدر تستخدمهم، فأحرص على الأقل ما لا يقل عن 5 هاشتاغات حتى تصنف شغلك، واحرص على استخدام الهاشتاغات اللي أعدادها قليلة. تقدر تدخل على الاكسبلور وتحط هاشتاغ وتكتب المحتوى وتشوف الهاشتاغات اللي تطلع لك، او حتى الانستغرام نفسه لما تكتب هاشتاغ يعطيك خيارات فتختار الاقل عدد. ليش؟ لان حتى تبرز وتتميز بين الاعداد هذه. اما اذا كان عدد كبير ما راح تقدر تتميز بينه، اذا كان بالملايين انت راح تضيع يعني بين الناس، والله يعين. الاستراتيجية الرابعة، اعمل على تواجدك في اكسبلور تاب. ليش؟ اكسبلور تاب يوميا ما لا يقل عن 100 مليون شخص متابع يدخل انستغرام، يدخل الاكسبلور تاب ويشوف. حتى تحقق انت انتشار، حتى تحقق انت لجذب جمهور خاص فيك، حاول انك تنتشر على الاكسبلور. وشلون تنتشر؟ اولا قدم محتوى مميز جميل يفيد الناس، يجذب الانتباه. حاول انك تحط هذا المحتوى، حتى خوارزميات انستغرام تقرأ محتواك مميز وجذاب فتقوم تنشر لك على الاكسبلور، والناس يشوفونه ويتابعونك ويجوا لك. فاحرص على انك تكون في اكسبلور تاب.
أما الاستراتيجية الخامسة من الجزء الثاني اللي احنا تكلمنا عنها، ألا وهي تابع المهتمين في مجالك، تابع المهتمين.